رعى معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة مؤتمر تأهيل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين الذي يقام للمرة الأولى بدعم من صندوق العمل. أقيم تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة مؤتمر تأهيل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين المسجلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال تمكينهم من الحصول على المعلومات الكافية والدقيقة لخدمة المراجع. حقيقة لهذا المؤتمر هو الأول من نوعه في تأهيل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، حاجة مطلوب لأن هذه الكوادر مطلوبة في البحرين وفي المنطقة، ووجود هذا المؤتمر التأهيلي الحقيقة مهم جدا لأنه يوحد نظم المعاملة والتعامل مع الحالات في يعني بالنسبة للمتخصصين. المتخصصين عادة يكون متخصص من كل واحد من مصدر أو كل واحد من مكان، لكن هذا المؤتمر يوحد عملهم بحيث أن يكون عملهم منهجي وعملهم يكون مؤثر في المجتمع بالنسبة للحالات التي يتولونها. يعد هذا المؤتمر الأول من نوعه على المستوى الإقليمي، فهو فرصة لالتقاء عدد من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ليكونوا نواة فريق واحد يرسم خطة علاجية واحدة عن طريق جلسات نقاشية وعملية. احنا فكرتنا ان احنا نجمع المعلومات والخبرات والمهارات ما بين الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين ما بين وزارات التنميه والمنشات الصحيه والخدمات الصحيه، بحيث ان احنا نكون متفقين في طريقه العلاج والبرامج العلاجيه للمراجع وافراد المجتمع البحريني. الفئه المستهدفه طبعا هم الاخصائيين النفسيين اللي في جميع المراكز في جميع الاعمال، سواء كانوا في وزاره التربيه او وزاره الداخليه او قوات دفاع البحرين أو في وزارة الصحة والمراكز الاجتماعية. طبعا احنا استهدفنا اليوم المؤتمر في من كل هذه الشرائح، وعشان كذي احنا نقول ان الاستفادة والخبرات والتجارب راح تنعكس اليوم بالإيجابية على حضور هذا المؤتمر. نحاول ان نعيد هذا المؤتمر في السنوات القادمة لشريحة اخرى من هذه الاخصائيين او هذه الفئة المستهدفة، مع طبعا الاخذ بالاعتبار ان احنا ايضا ندعو الاخوة في دول مجلس التعاون يشاركوننا في هذا المؤتمر مستقبلا. احنا بنعمل لهم ما يسمى بالتدريب اثناء الخدمة، بندربهم وهم بيشتغلوا على تنمية مهاراتهم وزيادة مهاراتهم في العمل الإرشادي والعمل العلاجي بشكل أفضل عما كان عليه من قبل. العمل في المجال النفسي والاجتماعي هو عمل مهم ومسؤولية كبيرة، وطبعا هم لا يتسرعوا في كتابة تقارير نفسية عن حالات إلا لما يدرسوها بشكل جيد ويستخدموا الاختبارات المناسبة. يسعى المؤتمر إلى الاعتماد على الخبرات والكفاءات العملية المتخصصة في مجال علم النفس والاجتماع لنقل خبراتهم في كيفية التعامل مع المجتمع. هذا التجمع العلمي الذي يخدم المحتاجين إلى التدخل الاجتماعي والنفسي، والذي يعتمد على الدقة من خلال الجلسات النقاشية والورش للحفاظ على صحة المراجع. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.